داء العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لا إله إلا الله صلوا على سيدنا رسول الله. بس اقعدوا اقعدوا الله يبارك فيك. انا كده هصدق، انا كده هصدق والله. معلش نتأدب مع القرآن. لا ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. معلش معلش اهدوا اهدوا، هذا الناس طيبة قوي، ما ينفعش كده. الله يبارك فيك. الله اكبر. حياة النبي.